بالثقافة والعلوم تعلو الأمم، وإيمانا بأهمية المعرفة في حياة المواطن، افتتحت مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها والتي قد توقف العمل بها لمدة 8 سنوات. تحقيق برنامج الحكومي وبناء الإنسان المصري. ضمن هذا المحور الرئيسي احنا بنعمل، الحمد لله استطاعت الهيئة خلال عام تقريبا بدأ في 30/6/2018 بافتتاح مركز ثقافي بطنطا، حتى اليوم 26/8/2019 في حوالي سنة وشهرين استعدنا 14 موقع تم تطويرهم بنفس زي ما حضرتك شايف كده، ما بين إنا والأقصر والغربية والجيزة. تم إضافة أنشطة تتماشى مع طبيعة المكتبة وتناسب الكثافة السكانية الضخمة الملاصقة لها لجذب أكبر عدد من الأطفال. الجديد إن المكتبة يعني اتغير شكلها دلوقتي عن المكتبة قبل كده. احنا دلوقتي شايفين يعني في مكتبة الطفل هنا شايفين إصدارات حديثة، كتب فيها عوامل جذب كتيرة جدا. أنا عندي يعني كان في دار لبنان تقريبا منزلنا إصدارات، كتاب بيقدم معلومات بسيطة جدا مترجمة عربي وإنجليش، يعني أكتر من اللغة، في فرنش كمان، بتعلم الطفل أكتر من مهارة. إحنا اتعمدنا في المكتبة بفي تنوع كل الأنواع، وعندنا حاجات كتيرة تعليمية وتربوية علشان الطفل من البداية يبقى مؤهل للتعامل مع المجتمع ومع التطورات اللي موجودة دلوقتي. وجهت وزارة الثقافة الشكر لأسرة الناقد الراحل علي أبو شادي لإهدائهم المكتبة الخاصة به لتكون إحدى مكونات المكتبة العامة التي تضم أيضا 100 كتاب بطريقة برايل في مختلف ألوان المعرفة، إلى جانب الأعداد التي تم إصدارها من مجلات قطر الندى للمكفوفين وغيرها من كنوز إبداعات الفكر الإنساني. إذا كان البحث دائما عن تنمية المجتمعات من خلال توفير قواعد الحياة الأساسية، إلى أن بناء ثقافة المجتمع يكون دائما من المكتبات لتكون طريق لبناء ثقافة عقول وحضارات قوية. منذر أبو دوح، النيل.